السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. هي الحلقة النارية الملتهبة اللي رح نخصص الوقت كاملة لنحكي فيه على مباريتين في غاية الأهمية، هن مباراتين الجولة، مباراتين الذهاب بأكمله على الأغلب. يعني المباراة الأولى اللي رح تجمع ليفربول مع مانشستر يونايتد، والمباراة الثانية اللي رح تجمع انتر ميلان مع اليوفي. في كتير مباريات مهمة وحلوة وممتعة هذا الأسبوع، بس بصراحة بوجود مباريتين بهذا الحجم بهي الأهمية التنافسية، المنطق كان إنه أخصص وقت الحلقة لنحكي عن هدول المباريتين بتفاصيل أكثر، ونفرض صفحات الفريقين ونشوف مين عنده نقاط قوة أكثر من مين، ومين ممكن يربح بنهاية المباراة على حسب التوقعات. يعني خلينا نبدأ بالمباراة الأولى اللي بتجمع ليفربول ومانشستر يونايتد. هي المباراة اللي عم تجينا بأفضل ظروف ممكنة كنا عم نستناها، لأنه اللي عمله مانشستر يونايتد بالفترة الماضية شيء بيفوق حتى طموحات عشاقه. أكثر المتفائلين بمانشستر يونايتد ما توقع أنه اليونايتد يوصل لمباراة ليفربول متصدر بفارق 3 نقط بعد ما تساوى معه بعدد المباريات. وفوز مانشستر يونايتد على ليفربول بالأنفيلد رح يخلي الفارق 6 نقط كاملة عن ليفربول، اللي ما بدي الدوري لحتى يكون بعيد 6 نقط عن المتصدر بعد 14 15 او 16 جولة. يعني لانه ليفربول بالمنطق كان هو صاحب الترشيحات الاعلى عند بداية الموسم، واليونايتد كان واحد من الاندية اللي ترشحت انه يكون بين الاربعة الكبار مع مجموعة اندية اخرى مثل مانشستر سيتي، مثل تشيلسي، مثل توتنهام، وحتى مثل ايفرتون بعد البداية الجميلة جدا. لكن اللي عمله الانقلاب اللي عمله سولسكاير بصراحة باليونايتد بالفترة الاخيرة مميز جدا. يعني انا شخصيا انتقدت جدا على هي الصفحة تحديدا، يعني لما حكيت باحدى حلقاتي السابقة على مانشستر يونايتد وقلت انه الفريق كان عم يفوز بس بدون اقناع. يعني الانتقاد جاء من عشاق اليونايتد انه انا ما كنت عم بتابع اليونايتد بشكل دائم، وهذا الحكي اللي كنت عم احكيه كان سابقا وليس يعني ما عم اعمل له ابديت. يعني طبعا الاختلاف لا يفسد للود قضية، انا ما زلت عند رأيي بجزء منه. يعني اليونايتد ممتع جدا صاير، بس في عنده مشاكل حل البعض منه وما زال البعض منه مستمر حتى الان. يعني ولكن اللي سواه سولسكاير اكيد ثوره في عالم كره القدم، لانه المدرب كان على شفا الاقاله واليوم هو متصدر الدوري، وهو رايح على ليفربول لحتى يفوز بالنقط الثلاثه وممكن يتصدر فرق 6 نقاط. صح سيتي ممكن يلحقه وبعيد عنه نقطه واحده في حال فاز بمؤجلاته، بس بالنهايه يعني انك تطلع 6 نقط على ليفربول بعد يعني قبل ما يخلص حتى الذهاب، هذا رقم كتير كبير. بس شو اللي تغير باليونايتد؟ يعني اذا بدنا ندور هيك ونفتح بصفحات الفريق، كيف الفريق كان عم بيفوز احيانا بدون اقناع واحيانا عم بيخسر، لحتى لصار هذا الفريق اللي فعلا عم بيحقق سلسله انتصارات، والفريق اصبح صاحب شخصيه على ارض الملعب واضحه للعيان. يعني انا برايي في مجموعه اشياء اشتغل عليها سولسكاير، حل بعض الامور وما زال عنده جزء كبير يشتغل عليه مع تكمله الموسم. الشيء الاول اللي اشتغل عليه سولسكاير هو موضوع الثقه بالنفس والفريق يفرض شخصيته بارض الملعب امام الخصم. هذا الشيء كان بيفتقده مانشستر يونايتد، بس الشخصيه القويه اكتسب اليونايتد من خلال الانتصارات المتتاليه، لانه الانتصارات النتائج الجيده بتجيب لك ثقه، والثقه بتحقق لك نقاط ثلاثه. يعني هي معادله كره القدم. يعني فالفريق لما حقق مجموعه انتصارات صار في عنده ثقه مكتسبه، وصار في عنده شخصيه على ارض الملعب واضحه. بغض النظر مين الخصم، الفريق بيدخل هو اللي بيفرض شخصيته، هو اللي بيحاول يهاجم، هو اللي بيحاول يبادر، وما بيستنى مثل ايام زمان ويلعب على المرتدات. وهذا الشيء كان كتير يصعب من مهمه اليونايتد خاصه امام الفرق الكبيره. الشيء الثاني اللي اشتغل عليه سولسكاير هو حل موضوع مشكله خط الوسط هجوميا. حتى لما انتقدت بهي الصفحه وكنت عم بحكي على اليونايتد، كنت عم بقول دائما انه اليونايتد هجوميا دائما عنده حلول كثيره، دائما عم بيلاقي نفسه ببرونو فرنانديز، براشفورد، بمارسيال، حتى بكافاني لما بينزل، ببوكبا ببعض الاحيان، بس مشكلته كانت دائما دفاعيه. الفريق اللي بيلعب قدام اليونايتد وبيستقبل لاعب مجرد يلعب على المرتده دائما بيكشف دفاعات اليونايتد، لانه في مسافه بين خط وسط مانشستر يونايتد وخط دفاعه، وطبعا مع اخطاء دفاعه المتكرره فكان عم بيتلقى اهداف دائما شبه مجانيه من اي خصم معروف عنه قوته الهجوميه او غير معروف عنه ذلك. هذا الحل اجى باكثر من شغله، الشغله الاولى انه توظيف برونو مع بوجبا يعني خلى الفريق يكون في عنده شوي توازن، لانه سابقا بوجبا لواجباته الدفاعيه ما كان كثير ملتزم، فكان كثير يعني عنده واجبات هجوميه او يحب يعمل هاي الواجبات الهجوميه مع برونو فرنانديز، فالاثنين على ارض الملعب مع لاعب ارتكاز واحد فقط كان ما عم بكفي ابدا.
فماتيتش حلل له شوي هذا الموضوع، لانه اللاعب بيعرف وين يوقف، بيعرف يقتل زوايا التمرير، بيعرف يغطي ورا واحد منهم. وماكتوميناي كان مفاجاه سولسكاير انا برايي بالشهر الماضي، يعني اللاعب كثير انفجر الشهر الماضي، اللاعب كثير عنده تضحيه بدنيه هائله جدا، واللاعب حتى لما بتحتاجه بالمساعده الهجوميه كمان ليس سيء على الاطلاق يعني. فصار في عنده رباعي بخط الوسط عم يبدل فيه، ماكتوميناي مع ماتيتش مع بوجبا مع فرنانديز، برونو فرنانديز دائما موجود، وهدول الثلاثه اللي ذكرتهم بيلعب منهم اثنين. اذا كان محتاج يهاجم كثير مثل مباراه بيرنلي على سبيل المثال، بيلعب ببوجبا وماتيتش، لاعب ثاني هجومي ولاعب واحد فقط عنده واجبات دفاعيه كامله. اذا كانت المباراه صعبه بيلعب بماكتوميناي وماتيتش، فبيخلي الاثنين عندهم مهام دفاعيه كثير، وبيترك الحريه شوي لبرونو فرنانديز اللي طبعا بيرتد بالحاله الدفاعيه. هدول الشغلتين مع بعضهم، الشخصية وموضوع خط الوسط، خلانا نشوف اليونايتد فعلا بشكله الجميل هجوميا، لأنه كانت هجوميا جيد بس كان مشاكله الدفاعية عم تطغى على كل جماليته بخط الهجوم. طبعا إيريك بيلي كمان أفضل بكتير أنا برأيي من لاندلوف بجانب هاري ماجواير، ولوك شو كمان عم بيقدم هلأ مستوى ممتاز جدا، يعني اللاعب للفترة الأولى أنا بشوفه مع اليونايتد فترة طويلة بدون إصابات، بدون ما أصيبه بالعين طبعا، وعم يلعب بشكل كتير ممتاز خاصة إضافته الهجومية. كان سابقا اللاعب بتحسه موجود على أرض الملعب بس ما كنت أقتنع إنه هو ظهير عصري يعني بيعطيك حلول هجومية، لا اللاعب هلأ فعلا منفجر بالفترة الأخيرة، هجوميا جيد جدا، في عنده لياقة، وحتى دفاعيا جيد. طبعا بيساكا على طرف اليمين دفاعيا ممتاز جدا، عنده لسه شغل بموضوع انه الإضافة الهجومية اللي لازم يقدمها. بس بشكل عام انا برأيي انه سولسكاير قدر يخلق هاي المنظومة هلأ، عملها بشكل صح كتير، والفريق فاز او خسر امام ليفربول هو يعني رفع سقف التوقعات كتير عن جماهير اليونايتد يعني. بنروح على ليفربول، ليفربول اللي عم يعيش موسم سيء حتى الان، لازم نقول يعني مقارنه يعني بالسكواد اللي بيمتلكه مقارنه باللي قدمه بالموسم الماضي. بس طبعا ما فينا نلوم ليفربول بشكل كامل، او ما فينا نلوم يورجن كلوب، لانه بالاخير الشيء اللي عم بيصير مع ليفربول ما صار مع ولا نادي تاني يعني، كميه اصابات كتير كبيره لاهم اللاعبين يعني. وليفربول هو بالاصل كان مبني على عمود فقري مؤلف من فان دايك وهندرسون وطبعا ثلاثي الهجوم بس تحديدا صلاح يعني. هذا الثلاثي او هذا العمود الفقري لما تفقد قطعه منه بتسبب لك مشكله كبيره. طيب لما فقد قطعه منه بنفس الوقت صار في نزول بالمستوى عند معظم لاعبي ليفربول الفتره الماضيه، على راسهم ارنولد على سبيل المثال يعني. روبرتسون عم بيأدي بشكل جيد على طريق على الطرف اليسار، بس ارنولد كثير بعيد عن المستوى اللي اعتدناه من ارنولد يعني. اذا بتطلع هلا ارنولد بتعتبره بياخذ 6 من 10 مثلا اذا بدك تقيمه يعني، بينما كان بالمواسم الاثنين الماضيين كان اللاعب بياخذ 9.5 من 10 يمكن. فهل دروب اللي صار عنده من 9.5 ل 6 اثر كثير على ليفربول بموضوع القوه الهجوميه والزياده الهجوميه والحلول اللي عم يفتقدها هلا بالوقت الحالي. بالمباراة الأخيرة لما لعب لمان ساوثهامبتون يورجن كلوب حاول يخترع شيء جديد ولعب بهندرسون بجانب فافينيو، فضى وفرغ خط الوسط تماما وخسر المباراة، لأنه كان واضح مشكلة ليفربول أنه بالنص ما كان عم يقدر يوصل الكرة، ما كان في هذا المجهود البدني اللي يعتمد اللي عم يعتمد عليه يورجن كلوب منذ قدومه إلى ليفربول، لأنه ليفربول يعتمد بالإضافة إلى العمود الفقري للسولجرز للاعبين المقاتلين الموجودين بنص الملعب، هدول الثلاثة هن اللي بيأملوا للزيادة الدفاعية وهن اللي بيكملوا عملية الضغط المتقدم جدا اللي بيقوم فيه صلاح وماني وفيرمينيو. ففقد كتير أسلحة بالفترة الماضية أثرت على النتائج بشكل عام، هذا شيء طبيعي يعني، رغم أنه أنا حتى الآن ما زلت مقتنع أنه لو كان في أي مدرب تاني غير يورجن كلوب لليفربول مع كل هالكمية الإصابات ونزول المستوى لبعض لاعبي، المفروض ليفربول ما يكون حتى بين الأربعة الكبار يعني مع مدرب عنده غير هاي العقلية. ولكن أنا بحب يورجن كلوب أنه دائما بينظر للنصف المليان من الكاسة، دائما مقتنع أنه حتى الشباب ممكن إذا نزلوا يعوضوا، لأنه خلق منظومة لو تغير الأشخاص اللي فيها المنظومة بتضل عم تشتغل. ولكن ليفربول نزل مستوى بالإضافة لكل شيء ذكرته كمان من لحظة مقابلة صلاح وحديثه عن ريال مدريد وبرشلونة المستقبلي ومشكلته مع إشارة الكابتن، واضح أنه في شوية شغلات هيك جوا غرفة ملابس ليفربول ليست جيدة على الإطلاق. فالمباراة أنا برأيي 50-50، لو الأنفيلد مليان يمكن كنت أقول لك ليفربول عنده فرصة أعلى، بس بصراحة كشخصية كخبرة كنجوم داخل أرض الملعب ليفربول عنده أنا برأيي هيك ولو 2% زيادة عن مانشستر يونايتد، اللي صعب تتوقع شو ممكن يعمل، لأنه أمام الكبار ممكن يعني يقنعك جدا بس كمان ممكن يخزلك بأدائه.
فخلينا نشوف المباراة لوين راح تروح. المباراة الثانية هي مباراة انتر ميلان واليوفي، المباراة اللي كمان هلا نحن عم نستناها لحتى نشوف مصير الدوري، يعني ممكن شوي تبدا تتضح اموره. يعني انتر ميلان بعيد 3 نقط بس عن على على ميلان المتصدر، ولكن اذا اطلعت لو كان اليوفي مثلا متصدر مكان الميلان فالفارق هلا كان راح يكون 10 ل 12 نقطة بناء على مستوى انتر ميلان وبناء على النقط اللي عم بيضيعها انتر ميلان بطريقة غير مفهومة. يعني اخرهم كان المباراة امام روما اللي تعادل فيها 2-2. الفريق بعد ما انتفض بالشوط الثاني، بعد ما غير شكله بالشوط الثاني، بعد ما حاول وجاب تعادل وتقدم على روما جاب الهدف الثاني، تراجع مرة ثانية بشكل مبالغ فيه مثل كل مرة بيعمله بالمباريات الكبيرة. كونتي سحب نجومه والكروت المهمة كثير على أرض الملعب، فرغ تقريبا الفريق هجوميا وخلى روما يندفع بقى للأمام، وأنه 2-1 مثل 3-1 أو ممكن عدل، وهذا اللي صار وعدل النتيجة. كونتي كل مرة بيكرر نفس أخطائه بالمباريات الكبيرة، دائما بتشوف شخصية الإنتر قوية للحظات أو دقائق داخل المباراة، بس ما بتكون 90 دقيقة من أول المباراة حتى آخرها، فدائما بتشوفه عم يضيع نقط هون أو هون. بس بشكل عام الإنتر، حكيت هذا الكلام على هي القناة من قبل وبرجع بكرره مرة ثانية، على السكواد اللي عنده الإنتر أنا برأيي هو المرشح الأوفر حظا لأنه يوصل لبطولة الدوري. يعني أمام جوفنتوس اللي بينقصه شغلتين مع بيرلو، أول شغلة إنه يثبت تشكيلته لأنه دائما عنده تغييرات مفهومة أحيانا وغير مفهومة أحيانا أخرى، يعني لهلا لسه عم بيجرب. والنقطة الثانية هي استمراريته، الاستمرارية كتير شغلة مهمة بجوفنتوس بيفقدها بيرلو حاليا. الفريق مباراة بتشوفه كتير منيح ومقنع جدا، مثل مباراته أمام ميلان، مثل مباراته أمام برشلونة اللي فاز فيها 3-0، ومباريات بتشوفه بدون إقناع نهائي وما عنده حلول، وممكن يربح 1-0 أحيانا ممكن تخلص مباراة تعادل. فجوفنتوس عنده أنا برأيي الخبرة مع الشباب، هو بس محتاج شوية وقت ومحتاج يمكن مباريتين ثلاثة يربحون، وهو هلأ عمل هالمباريتين بالثالثة، ربح على ميلان، ربح على ساسولو، فريقين كانوا كتير منيح. لو ربح على إنتر ميلان مع أداء كمان جيد، صدقوني اليوفي ممكن نشوفه مرة تانية هو اللي عم بيلاحق الميلان وليس انتر ميلان. مباريتين انا برأيي كتير كبار ممتعات، احلى شيء واهم شيء بالنسبة لنا كمتابعين انه رح نقدر نشوفهم اثنينهم بأريحية، مالهم بنفس التوقيت، كل وحدة بتوقيت رغم انه هن بنفس اليوم، فخلونا نستمتع فيهم. بالنسبة للتوقعات، وجهة نظري الشخصية ليفربول ومانشستر يونايتد بتوقع تعادل، انتر ميلان واليوفي انا بتوقع انه اليوفي هو اللي يربح. لا تنسوا تشاركوني توقعاتكم انتو كمان عن نتيجة المباريتين. بشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.